This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. رغم الطلقات التحذيرية التي يطلقها الجيش، تستمر الحشود في زحفها. تشهد سوريا كلها تظاهرات مماثلة. في تلك الليلة لقي شخصان حتفهما في دمشق، 24 شخصاً في البلاد كلها. السبت في 6 أغسطس، وصلنا براً عبر الحدود اللبنانية. بالنسبة إلى السلطات السورية نحن في عطلة، ولا مجال لرفع النقاب عن مهنتنا كصحفيين، إذ ممنوع على هؤلاء البقاء في البلاد منذ بدء التمرد في شهر مارس الماضي. كي لا نثير الشك تجولنا كسياح في شوارع دمشق. خلف مظاهر الحياة الطبيعية تخضع العاصمة لمراقبة مشددة. صور الرئيس بشار الأسد منتشرة في كل مكان، وكذلك رجال الشرطة، لا سيما بالقرب من المساجد حيث جرت العادة أن يتجمع المتظاهرون. في مكان ما في ضواحي دمشق استقبلنا محمد علي في منزله على مائدة الإفطار، وقبل الانضمام إليه تأكد مرافقون من أن أحدا لا يلاحقنا، وعلى الرغم من ذلك بقي متيقظا. محمد علي هو أحد المنسقين 10 في حركة الاحتجاج، وهو طالب في جامعة دمشق وابن أحد المعارضين الأوائل للنظام. كما العديد من الناشطين فهو يصوم خلال شهر رمضان، لكنه لا يرتاد المساجد بانتظام. رمضان كثير رمزي بالنسبة لنا صار، خصوصا بالتظاهر كثير رمزي، لأنه يوميا عندك صلاة التراويح. كل الشباب كانوا رافضين منطق الحوار، لانه كان غير مجدي. انا عن نفسي ما فيني روح قاضي للاسف، يعني كان عم يأثر، كان غير مجدي، يعني كان عم يشيل ضفير الاطفال. محمد علي جزء من شبكة سرية من الناشطين الذين بمعظمهم لم يلتقوا يوماً، ويدير كذلك مع آخرين صفحة على موقع فيسبوك الإلكتروني. هو The Syrian Revolution Coordination Coordinators Union. إنه نضال سلمي وديمقراطي يدفع الناشطون ثمنه غالياً. فقد محمد علي مؤخراً صديقه الأقرب الذي سقط في درعا خلال تظاهرة. هاي علي بالكتف. حضرت الدفن؟ لا، ما كنت قادر اروح على درعا، مطلوب. انا كانت للفرع الامن، ما في روح على درعا. اكثر جندي بتذكرك بيكتب على الفيسبوك بدي يصير رئيس سوريا. وقت بتبشر المجرم قتله، لانه يعني عم يقتل احلامنا، عم يقتل احلامنا، مش بس عم يسرق الوطن ويختال الوطن، عم يقتل احلام الشعب نفسه.
الأحد في السابع من أغسطس نتجه إلى الرستن التي تبعد 18 كيلومتراً عن حماة، دليلنا منسق الثورة في هذه المدينة، وهو معروف بين رفاقه بالرستن حرة، أما نحن فندعوه بعمر لأسباب أمنية. عند مدخل المدينة دمر المتظاهرون نصباً تذكارياً لحافظ الأسد. هذا الشريط المصور جال العالم كله بفضل عمر ومصورين هواة من الرستن. منذ ذاك الحين وهذه المدينة خاضعة للقمع، تحيط بها دبابات الجيش المستعدة للتدخل في أي لحظة. أتاح لنا زجاج السيارة المعتم التصوير من دون أن يرانا أحد. محل حرق على يد قوات الجيش أثناء دخولها إلى الرستن. هذا مبنى النادي الرياضي تبرعت به اليابان لمدينة الرستن، وإجا الأمن احتله في تاريخ 29/5. هلأ معبأ في الأمن بداخله. إيه؟ بدال الآلات الرياضية يوجد عناصر أمن. متى عبرنا هذا الشريط الأمني المكثف فوجئنا بمشهد مغاير تماماً. المتظاهرون يسيطرون على وسط المدينة. صحيح علم الاستقلال اسطنبول الحرية مدينة حقيقية. هذا علم الاستقلال سوريا تطلع الاحتلال الفرنسي من سوريا. ماشي، كان هذا علم سوريا، بعدين تغير صار للأحمر والأسود. يعني انتوا بدكم ترجعوا تاخدوه؟ طبعا. ليه؟ شو صار؟ يا لطيف، مين هو؟ علم عمر بمقتل رجل في الرستن. اي ساعة بده يدفنوه؟ ضابط انشق مؤخرا عن الجيش للانضمام الى حركة المقاومة. يا حرام، هذا بيت الكسم الفيديو تبعه عندي امبارح صورناه. يا حرام، هذول المنشقين قتل هلا واحد. وأدت هذه الأشهر الخمسة من التمرد السلمي المقموع بالدم إلى رحيل عدد من الضباط عن الجيش، هرب معظمهم إلى خارج البلاد، وكان أولئك الذين صورهم عمر البارحة من الأوائل الذين تحدوا النظام عبر الانضمام إلى حركة التمرد. هذا الشريط صورناه نحن الشباب هون، ونحن بنبعته على وسائل الإعلام ونرفعه على اليوتيوب. البيان اللي صدر قيادة لواء الضباط الأحرار في الداخل، هن الضباط فاعلين على الأرض، يعني مشان يدعوا الضباط بالخارج إنه ينضموا إلهم، والضباط الساتم بالقوات المسلحة ينشقوا ينضموا إلهم كمان. فادي اللي مات مش هيك؟ فادي الكسم اللي مات هذا هو، وهي بيانه الفردي. أن الملازم فادي الكسم من مرتبات الفرقة الثالثة المدرعة البوضة 14 مدفعية ميدان وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش والقوات المسلحة وانضمامي إلى لواء الضباط الأحرار لرد الظلم على المدنيين من عصابات الأمن والشبيحة ولما شاهدته من دمار في مدينة الرستن وما يحدث في بقية المدن والمحافظات المعاصرة. لم يرافقنا عمر إلى المقبرة، فهذا خطر علي. رافقنا عمه لكي يكفلنا. لا 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 يا أخي، لا تخاف. على الرغم من المخاطر شارك حشد كبير في مراسم دفن فادي الكسم الضابط المنشق. شباب
رفيق يا شهيد بالروح بالدم رفيق يا شهيد بالروح بالدم رفيق يا شهيد بالروح بالدم رحيم شجاع رحيم عند الله يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد يا Régime Bachar l'Assad, tuez-nous, s'il te plaît. Chaque jour, il y a les sabres. Je ne peux pas parler. S'il te plaît, aidez-nous. Régime Bachar, tuez-nous. S'il te plaît, aidez-nous. Nous sommes, nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté seulement. Seulement la liberté. Seulement la liberté. S'il te plaît, Sarkozy, j'ai envoyé moi, je m'appelle Walid Abed, j'ai envoyé par mon ambassadeur et une tableau pour aider moi. Moi, je n'ai pas chaussures, je n'ai pas chaussures, comme la prison, comme la prison, comme la prison. Nous sommes pauvres gens. Pourquoi شوية شباب شوية شباب رجيم ادنوا سيتو شوية شباب هذا شب هذا مناصب تبعنا بيشتغل هون كله اصلا موجود 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 الشعب يريد اصغر موجود الشعب يريد اصغر النظام الشعب يريد اصغر النظام الشعب يريد اصغر النظام عند هبوط الليل استقبلتنا والدة الجندي الشاب الميت ابني له 5 أيام إجازة لو منجي إجازة قال لي يا معنى ما عدد دانو حنا على قطاته بدون ياخدونا بدون يحركوا فرقتنا عدين عدين رزون واليوم حركوا فرقتهم ومن مبارح راح راحوا ضباط الأحرار وهناك قتلون من امبارح قال لي يا مو أنا بدي قلت له يا مو الله معه قال لي خليني أروح هناك أموت أستشهد أحسن ما أروح لهناك يقولوا لي رش على العالم أنا كتير مخبرين المخبرين مخبرين عنهم مجرد ما صار هناك هو وشي 4-5 امبارح شقوا وراحوا مع الضباط الأحرار جتهم فزادة فورا راح لهناك الأمن وبلشوا فيهم قتل وهو ما قتل ابنائي كما تسري العادة في أمسيات شهر رمضان يجتمع سكان الرستن في الساحة الرئيسية حالياً يغض الجنود المتمركزون خارج المدينة الطرف عن هذه التجمعات تستهل التظاهرة اليومية بتحية تقدير إلى الضباط الأحرار وإلى فادي الكسم الضابط الذي اغتيل عصر هذا اليوم وابن الكسم وابن الكسم اليوم إلك بالجنة يرتجل المتظاهرون رقصة استحالت رقصة الهوار التقليدية رمز وحدتهم عبر أنحاء البلاد كلها الأجواء حسنة في الرستن يتجمع أفراد العائلات كلهم تدير لجنة تنسيقية الثورة العمليات فيضع مصباح إضاءة لتسليط الضوء على الحشود وكمبيوتر لتصويرها إنهما الوسيلتان المتاحتان لهم ليجعلوا العالم على اطلاع بتحركهم عن طريق أي بروغرام جوستين سيبر هاتس also Info Evidence, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...